وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لن تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله. وعطره يبقى إذا مست أيادي، الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله. وعطره يبقى إذا مست أيادي، الله الله. وعم نوالها كل العباد، عم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، الله الله. تنال الشمس منه والبدورا، الله الله. ولا ظل له بل كان نورا، الله الله. تنال الشمس منه والبدورا، الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنوري طه، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. انت ليك في حياتي خطة، خليني أقبل ما فيها، حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. انت ليك في حياتي خطة، خليني أقبل ما فيها، حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي بين ايديك قابل وراضي، راح اقول لنفسي تيعي، انت بتبدل رمادي، انت بتبدل رمادي. الله الله الله. بنرحب بضيوفنا الكرام في هذه الفقرة، الفنانين طبعا المحترمين، المرنمة الأستاذة فيبي عماد منورانا. فيبي مكين. مكين؟ اه. طيب، والشاعرة والمنشدة الأستاذة نور الجنة درويش منورانا. الله يخليك. تسلم. أصواتكم دي جبتوها منين؟ من عند ربنا. ما شاء الله، موهبة، صوت موهبة طبعا. الحمد لله. الترنيم علم، يعني 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 اللحن بتاعه أو كلمات، طبعا كلمات لازم تكون دينية أو تكون بترمز لمحبة ربنا أو شيء خلقي أو ما إلى ذلك. شكر يعني ربنا. وفي أسعار بيبقى في جانب وطني، أنت عندك في الكنيسة الإنجيلية بيكون في جانب وطني. في أغنية شهيرة قوي بتتغنى، تيجي بغناك وتملى بيوت المحرومين. مبارك شعب مصر. مبارك شعب مصر. لا، في حاجة تانية عن مصر كده. بحب مصر. حاجة عن مصر كده بيغنوها كتير قوي.
بيقفوا يدعوا كده زي ما يكونوا بيدعوا كده هم بيغنوها. هفتكرها لك دلوقتي. افتكرها انا عايز. لكن اللحن مثلا يعني انت مش ممكن وانت بتلحني ترنيمه تلاقي نفسك شطحت كده دخلت على على على, على لحن اغنيه مثلا او لحن اغنيه يعني في إيه بعض هل في ضوابط في اللحن المسيحي؟ في بعض من الناس بتلاقيها كده يعني تسمع ترنيمه تقول لك دي شبه ترنيمه قديمه دي شبه ترنيمه لا حد منها. عايز يقول ان هل في حاجه في التراث انتوا ماشيين عليها لما بتيجي مثلا تكتبي ترنيمه او توزني على ترنيمه الكافية. على الموسيقى الوزن في القافيه في الكلام نفسه المزيكا ما تبقاش صاخبه الدنيا ما تبقاش صاخبه يعني مخاطب الروح اكتر من الجسد يعني انا بكلم ربنا مش هتخانق معاه انا هتكلم معاه باللي جوايا لا اللحن ممكن وانت بتلحني تشطحي تخش على ابتهال او تخش على اغنيه وطنيه اللحن بتاعك يعني يلامس حاجه ثانيه في اللي هو اللي بيحصل تداخل زي ميكس كده مع بعض ميكس مع بعض بدات من امتى ترنمي او بدات ارنم من الاول افتكرت اهوت احفظ بلدنا يا مصر احفظ بلدنا يا رب يا رب احفظ بلدنا يا رب صح كده ايوه يعني ايوه الشيخ مصر بيبقى قاعد لا انت عارف انا خبير انا عارف اصل الدبره بالنسبه لي حبايبي يعني جيران انا بدات من ابتدائي كنت في المدرسه كانوا في اي حفله بيطلعوني في اذاعه وكده بس بدات بالظبط امتى حد يختبرني انا كنت في الكنيسه الانجليزيه في الوراق الشيخ ابراهيم لبيب ده بنان بنا موهبتي هو شيخ الكنيسه انا عارف الكنيسه الانجليزيه يا جماعه عشان تبقوا عارفين فيه لقب بشيوخ في الكنيسه الانجليزيه ايوه عشان لما تسمعوا لفظ الشيخ يعني تبقوا عارفين ان في هنا شيوخ هو شيوخ مآمن كمان يعني مش بس كبار بيبقوا كبار في الكنيسه يعني فهو تبنى الموهبه بتاعتي ونماها فيا تتبقى من اعدادي ثانوي بقيت اروح افراح وارنم في افراح ارنم في اجتماعات لو حد طلبني في اي اجتماع بره مش لازم جوه الكنيسه في حفله عاملينها في تشجيع كان متواصل معاك ايوه كان دايما ساندني لا بالزبط. يعني كنت دايما اقول له انا خايفه يعني هو كان معايا امبارح قلت له انا خايفه قال لي لا تشددي احنا كل مره بنقول كده ولما اقوى من الاول بس هو اكيد لمس فيكي الموهبه او سمع صوتك فعرف ان الصوت ده صوتي يجي منه قال لي كلمه حلوه قوي قال لي موهبه بدون اجتهاد ملهاش قيمه تضعف وتزمن. لكن ممكن ما عنديش موهبه بس اجتهد فاوصل نسبه النجاح تبقى مثلا 80% مش هتبقى زي ما بتبقى في موهبه فلازم اكون بجتهد او بلعب في الحته دي كل بقى يعني ادائك هو عباره عن تراتيل روحيه تخاطب الله ايوه ده في المقام هو الطبيعه كلها اللي بيتكلم ربنا اخت نور هو نفس الفكره انه انتوا الاثنين يعني بتكلموا ربنا من خلال اللحن من خلال الترتيل او بيصنع على الرسول او على النبي او على خلق معين او كده نور بدات ازاي برضو البدايه بتاعتك كانت ازاي برضو من خلال المدرسه يعني من ابتدائي وكنت مزهقهم في البيت بالدرس وافضل اغني لو في اسبوع حد انت كنت في مدرسه عامه ولا مدرسه ازهريه لا كنت في مدرسه خاصه كانت مدرسه اسمها مدرسه النهضه كنت يعني حابه ان انا اغني كنت بقعد دايما اسمع لمحمد الكحلاوي اغنيه بتاعت عليك السلام لاجل النبي طبعا كان حاجات زي كده كتير لاجل النبي وعليك سلام الله بس غريب ان انا لحد الان ما غنيتهاش في اي حاجه الاغنيه دي يعني بحب اغنيها في البيت بقول عشان ما اقولش حد يعني يتضايق او يقول يعني دي محبين كتير بيحبوا يسمعوه ودي اول حاجه كنت بسمعها فعلا الانشاد بعد كده بقى المدرسه وحفلات كبرت شويه بقى في حاجات تبع القوات المسلحه كنت مدرسه في محو الاميه وابتديت من هنا بقى ان انا خلاص انا عايزه اغني خلاص ابتديت بقى اغني سبت كل حاجه بقى واتفرغت بقى هو مفيش حاجه هو الغنى طب ليكي اغاني خاصه بيك انت يعني حد كتب لك كلمات ولحن لك وغنيتي ولا انت بتغني بس التراث القديم او التراث او الاغاني المعاصره لناس ثانيه؟ لا هو فعلا غنيت يعني عملت اغنيه سنجل كتبتها لي الشاعره الجميله سهير سليم هي شاعره وفاتحه شركه انتاج كمان طبعا فعملت الاغنيه دي فعلا اغنيه كلماتها مش دينيه يعني بس هي اجتماعيه فدي بس دي الخطوه الوحيده اللي انا عملتها كان غير كده بغني بقى بحب اغني حاجات التراث والحاجات اللي هي الانشاديه انتوا ما حضرتوش حاجه الاثنين مع بعض ميكس كده مثلا لسه ولا لسه والله انا بجد فرحت النهارده لاول مره اعرف احنا خدت الفنان بعض وعرفنا قلت لها لا ده احنا لازم نعمل صديقان بقى صديقان بقى يعني زيكم بس في انشاد ونعمل صديقان ممكن تعملوا كلمات تمشي فيها جانب اسلامي وجانب مسيحي هذا المجتمع عايز كده ايوه طبعا تدمجوا سوا نسمع حاجه طيب يا استاذه نور طيب نقول المسكفاح فيبي المسكفاح ماشي جبتها مين؟
دي انشاد برضو تراث. مين بيغنيها يعني من مشهور؟ بيغنيها فرقه ابو شعر تقريبا. وفي حد تاني برضو بيغنيها كان بيقولها قبل كده برضو ناس قديمه فهي احيتها بجددوها يعني بتجددها بقى. وعملت لها في حاجه كده من نهج البرده تقول كل القلوب كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع صارت دموع العاشقين تسيل. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكل بين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي. أشكل مين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله غير الغرام في رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. في ناس من الحب فحيرة وناس من الحب فغيرة. في ناس من الحب فحيرة وناس من الحب في غيرة. وناس مليئة تسعيرة واحنا اللي في الفردوس وياه. احنا اللي في الفردوس وياه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. صلى الله عليك يا نور. برافو عليك صوتك رائع ولحن جميل. الله يحفظك. هو بتنشن كويس بتعرف تجيب حاجات من التراث بقى تعمل إحياء ليها وفي نفس الوقت تفرح الناس بصوتها الحلو والطريقة الجميلة. نشوف فيبي لو في حاجة كده أنت بقى مجهزاها. هو في حاجة الحاجة دي يعني قبل ما رنمها كنت في حالة زي يأس كده. فمعايا الشيخ ابراهيم قال لي عايزك ترنم الترنمة دي. قلت له هرنم حاجة مش حاساها. قال لي رنمي. فرنمتها حسيت انه لازم اكون اقوى من اللي انا فيه. شجعتك بقى. بتقول انا مش هخلي ظروف الصعبة تحنيني. ومش هسيب ابليس يتسلى وتسلى بأنيني. جميلة. أنا مش هخلي ظروف الصعبة تحنيني ومش هسيب إبليس يتسلى 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 بأنيني. وأنا مش هخلي ظروف الصعبة تحنيني ومش هسيب إبليس يتسلى 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 بأنيني. والموجة مش هتاخدني وترميني والموجة مش هتاخدني أو ترميني. الحبل مهما انفلت والشط مهما ابتعد انت اللي هتكون الطريق وانت اللي هتكون سند. الحبل مهما اتفلت والشط مهما ابتعد انت اللي هتكون الطريق وانت اللي هتكون السند.
وانت اللي هتوصلني ليك وترسيني رغم الظروف والريح. المركبة تسير ومهما هاجت هاجت بحور، الرب ليه تدبير رغم الظروف والريح. المركبة تسير ومهما هاجت بحور، الرب ليه تدبير. ياما سرعت الموج، ياما البحر هاجت، ياما القلوع انكسرت، ياما الشتوت تاهت. ياما سرعت الموج، ياما البحر هاجت، ياما القلوع انكسرت، ياما الشتوت تاهت. ولقينا ايدك معانا وبتعدل الدفة، والمركبة رغم الظروف رسيت على الضفة. ولقينا ايدك معانا وبتعدل الدفة، والمركبة رغم الظروف رسيت على الضفة. وانا مش هخلي، انا مش هخلي ظروف الصعبة تحنيني، ومش هسيب ابليس يتسلى بانيني. والموجة مش هتاخدني وترميني، والموجة مش هتاخدني وترميني. لما الشتوت تعلى والبحر يجفيني، انت اللي هتوصلني وترسيني، انت اللي هتوصلني وترسيني رغم الظروف. برافو برافو برافو، جميلة قوي. دي كلامك مين دي؟ زكريا حنا. لا بيرنموها زكريا حنا وليدي جديد. انت لو 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 حاولتي نور تغني الترنيمه زي كده تبقى صعبه عليكي؟ انا بحس ان الترنيم دي عايزه طبقه صوت معينه. صح كده؟ والانشاد طبقه اخرى. انا حاسس كده يعني. الترنيم بيبقى سوبرانو والتو، يعني فيها كل حاجه. الاناشيد بيبقى فيها عايزه التو بس. هي انتوا عندكم ممكن تبقوا طبقه تحت شويه. تطلعي وتنزلي، انما هم عندهم انا حاسس طبقه عاليه شويه، فتبقى متعبه. بتستخدمي يا استاذه نور الانشاد في اي المجالات؟ يعني ممكن بتلاقي نفسك في هل مثلا، انا عايز اسال سؤال كده من الاخر، اقول لك يعني الانشاد ده بياكل عيش؟ لا مش بياكل عيش بصراحه. هو هوايه، لانه احنا في وقت دلوقتي مش يعني بحس ان هو مش واخد حقه قوي. فلا هي هوايه بس، عشان انا بحب اغني، انا بكتب شعري كمان. بس يعني هي هوايه، حاسه ان انا حتى ما ببعد عنها، بقعد اصدعهم في البيت. طب ما اغني بقى. طب يدعوكي في ايه طيب؟ يعني حفلات، بنعمل حفلات احنا مجموعه مع بعض، كنا عاملين فريق اسمه فريق شبابيك، بنقول شعر وغنى وكده. بنعمل حفلات سادسه. في ناس بتطلبكم؟ فعلا. تروحوا في ملكة الشباب؟ في ناس جمهور، بس يعني ما بيننا، يعني جمهور اللي هو بيسمع ناس ما بيننا يعني. احنا كان نفسنا نقعد مع بعض اكتر من كده ونسمع منكم اكتر من كده، بس للاسف وقتنا انتهى. بس ان شاء الله يكون يعني المره، انتوا اعملوا حاجه ميكس مع بعض كده وكلمونا، يبقى المره الجايه تقدموا حاجه انتوا الاثنين مع بعض ان شاء الله. لا اكيد. فيبي نورتينا، اهلا وسهلا. نور نورتينا، اهلا وسهلا. طبعا احمد بره، الشاب الصغير بره، كان نفسي استضيفه بقى النهارده، بس يعني المره الجايه عاوز محرم معاه. يبقى عايز معاها اولادها برده. المره الجايه يجيبوا اولادكم معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. ابونا نورتنا. بنشكرك على الحلقه الجميله وعلى مساعه معلوماتك ومعرفتك وعلى الاراء الجميله اللي انت النهارده قدمتها. مش عارف النهارده المشاهد النهارده هيحب اكتر الصديقان من خلال المعرفه اللي انت قدمتها، ومن خلال ضيوفنا الحلوين اللي كانوا معانا. كنا معاكم في حلقة جديدة في الصديقان. انتهت الحلقة، الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي على خير، في أمان الله.